ناس كانت اولى ثانوي، ناس كتير جدا تواصلت معايا وكانوا عايزين الريفيو او ريفيجن على يونت 6 اللي هي بيتكلم فيها على الافعال اللي بيجي معاها تو المصدر او الافعال الاي ان جي او اذا كان بيجي وراهم النوعين تو المصدر الاي ان جي. هو اليونت سهل، بس هي المشكله ان انت تعرف الجمله عايزه منك ايه بالظبط، وهل الفيرب ده بيجي ورا تو المصدر او بيجي ورا ان جي، وايه الفرق بين الاثنين. طيب احنا هنقسمها مع بعض تقسيمه بسيطه جدا، وخليك معايا احنا هنقسمها ازاي. اول نوع عندي افعال بيجي وراها تو المصدر بس، يعني ما ينفعش تاخد اي ان جي، زي مثلا فعل بلان ديسايد، اجي اقول لك اي ديسايدد تو ترافل تو اليكس يبقى تو ترافل، اجي اقول لك اي بلاند تو جو تو ذا سينما يبقى تو المصدر، يبقى ده اول نوع. النوع الثاني بيجي وراه اي ان جي بس، على سبيل المثال الفعل افويد يتجنب، لما اجي اقول لك هي افويدد سموكينج ما اقولش تو سموك، اجي اقول لك مثلا هي افويدد بلاينج تنس ما اقولكش ما ينفعش اقول لك تو بلاي، وهكذا. يبقى انا عندي اول نوعين مستقلين من نفسهم، نوع ما بيجيش الا وراه تو المصدر بس، النوع الثاني اي ان جي بس. في نوع ثاني بيجي وراه تو المصدر او اي ان جي ومفيش اي اختلاف في معنى الجمله، زي ما اجي اقول لك مثلا ايت ستارتد تو رين، هي بالظبط لما اجي اقول لك ايت ستارتد رين، يبقى ستارت وبيجين وكونتينيو الثلاثه يجوا وراهم تو المصدر يجوا وراهم ان جي، الاثنين واحد. طيب النوع الرابع، النوع الرابع عندي ممكن يجي وراه تو المصدر اي ان جي بس في اختلاف بسيط قوي، زي مين؟ قال لي عندك ايه؟ عندك بريفير، عندك لاف، عندك لايك، الافعال دي لما اجي اقول لك مثلا اي لايك تو درينك تي، ايه الفرق بينها ولما اجي اقول لك اي لايك درينكينج تي؟ قال لي لما اجي اقول اي لايك تو درينك تي يبقى ناو in a certain situation، يعني انا بتكلم في موقف محدد او في وقت معين، انما لما اجي اقول لك I like drinking tea يبقى انا بتكلم هنا بصفه عامه. الافعال دي لو جه قبلها would يبقى انت غصب عنك لازم تجيب وراها to والمصدر. يبقى انا اشتغلت على اربع انواع، اقولهم تاني، يبقى نوع بيجي معاه to والمصدر بس ما ينفعش ING، نوع بيجي وراه ING بس، النوع الثالث بياخد الاثنين تو مصدر اي ان جي وما فيش اختلاف في المعنى، النوع الرابع بيجي وراه تو المصدر اي ان جي واختلاف بسيط في المعنى. طبعا الحاجات ديت لازم ابدا احفظ الجداول اللي انا هبدا اديك خلفيه عنها، وهعمل في الديسكربشن، هنزل لك في الديسكربشن اللينك بتاع المذكره اللي هي البي دي اف اللي هيكون موجود فيها الكلام ده. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على القناه، وانتظرونا ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده والجزء الثاني بتاع الفيربس اللي هي الافعال اللي بيجي معاها تو المصدر واي ان جي، بس الجملتين او المعنيين بيبقوا مختلفين تماما.